بسم الله. المرة المرة اللي اللي فاتت فاتت آخر آخر حاجة حاجة أخدناها أخدناها بعد بعد ما ما خلصنا خلصنا الجافا الجافا سكريبت سكريبت شفنا شفنا تاسك تاسك بسيط بسيط كده، كده، المرة المرة دي دي هننفذه. هننفذه. التاسك التاسك دوت دوت هو هو لعبة، لعبة، اللعبة اللعبة دي ديت هنطبق هنطبق فيها فيها كل كل الحاجات الحاجات اللي اللي اتعلمناها اتعلمناها في في الجافا الجافا سكريبت سكريبت عملي. عملي. هنطبق هنطبق اللوبس اللوبس ونطبق ونطبق الفانكشنز الفانكشنز ونطبق ونطبق الفاريابلز الفاريابلز وهكذا. وهكذا. وطبعا وطبعا هنطبق هنطبق معاهم معاهم اللي اللي اتعلمناه اتعلمناه في في ال ال HTML HTML وال وال CSS CSS إلى إلى حد حد ما، ما، جزء جزء صغير صغير منه. منه. اللعبة اللعبة بسيطة بسيطة جدا، جدا، هيظهر هيظهر لك لك صفحة صفحة كده كده لو لو فتحت فتحت اللعبة اللعبة في في عنوان عنوان وفي وفي بعد بعد كده كده بيديك بيديك تعليمات، تعليمات، وبعد وبعد كده كده بيقول بيقول لك لك التايم التايم بتاعك بتاعك أهو، أهو، ولو ولو ويظهر ويظهر لك لك ديفايت ديفايت كده كده زي زي اللي اللي انتوا انتوا شايفينه، شايفينه، مجرد مجرد ما ما تدوس تدوس عليه عليه مجرد مجرد ما ما تدوس تدوس عليه عليه يختفي يختفي ويظهر ويظهر في في مكان مكان تاني، تاني، ممكن ممكن يظهر يظهر بشكل بشكل تاني تاني، مربع مربع ولون ولون تاني، تاني، تمام؟ تمام؟ ويكتب ويكتب لك لك هنا هنا كل كل ما ما تدوس تدوس عليه عليه التايم التايم اللي اللي انت انت اتأخرت، اتأخرت، يعني يعني دلوقتي دلوقتي اتأخرت اتأخرت شوية شوية ما ما دوستش دوستش عليه عليه فيجيب فيجيب لي لي تايم تايم اكبر اكبر شوية، شوية، تمام؟ تمام؟ يعني يعني انا انا كده كده استنيت استنيت 4 ثواني،4 ثواني، كده كده استنيت استنيت 3 ثواني،3 ثواني، لو لو دوست دوست عليه عليه بسرعة بسرعة كده كده انا انا استنيت استنيت نص نص ثانية ثانية وهكذا، وهكذا، تمام؟ تمام؟ اللعبة اللعبة دي دي انت انت مش مش محتاج محتاج فيها فيها اي اي حاجة حاجة خالص خالص عشان عشان تعملها تعملها غير غير البراوزر. البراوزر. يعني يعني وانت وانت راجع راجع كده كده في في الاتوبيس الاتوبيس جنبك جنبك واحد واحد من من صيدلة صيدلة ولا ولا تجارة تجارة ولا ولا طب طب ملوش ملوش في في الكمبيوتر الكمبيوتر ساينس ساينس قوي، قوي، تقعد تقعد تسلى تسلى كده كده جنبه جنبه بقول بقول لك لك ايه ايه انا انا هعمل هعمل لك لك لعبة، لعبة، تروح تروح اعمل اعمل له له لعبة لعبة ظريفة ظريفة زي زي ديت، ديت، تقعدوا تقعدوا بقى بقى ايه ايه تلعبوها تلعبوها لغاية لغاية لما لما تروحوا تروحوا ان ان شاء شاء الله. الله. طيب طيب اللعبة اللعبة ديت ديت بتعمل بتعمل ازاي؟ ازاي؟ احنا احنا هنفتح هنفتح صفحة صفحة HTML HTML عادية، عادية، هنمسح هنمسح بس بس الحاجات الحاجات القديمة القديمة دي. دي. انت انت بتبدأ بتبدأ زي زي ما ما اتعلمنا اتعلمنا اي اي صفحة صفحة HTML HTML جديدة جديدة بتعمل بتعمل فيها فيها حاجات حاجات اساسية اساسية زي زي اللي اللي انتوا انتوا شايفينها، شايفينها، تمام؟ تمام؟ طيب طيب احنا احنا سمينا سمينا الصفحة الصفحة التايتل التايتل بتاعها بتاعها رياكشن رياكشن جيم، جيم، هنعمل هنعمل ايه؟ ايه؟ احنا احنا عاوزين عاوزين نشوف نشوف ايه ايه من من الكلام الكلام دوت، دوت، نحقق نحقق اللي اللي موجود موجود ده ده بس بس في في الاول. الاول. احنا احنا عاوزين عاوزين نعمل نعمل هيدر، هيدر، هنعمل هنعمل هيد 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 1، وان، تمام؟ تمام؟ وهنكتب وهنكتب تيست تيست يور يور رياكشن رياكشن زي زي ما ما انتوا انتوا شايفين، شايفين، تمام؟ تمام؟ نعمل نعمل سيف سيف تحتي تحتي في في باراجراف، باراجراف، صح؟ صح؟ تمام. تمام. هنعمل هنعمل الباراجراف الباراجراف دوت دوت دي دي ونكتب ونكتب كليك كليك on on squares squares and and circles circles as as quickly quickly as as you you can. can. تمام، تمام، خلصنا خلصنا الباراجراف الباراجراف دوت. دوت. بعد بعد كده كده هتلاقي هتلاقي في في باراجراف باراجراف تاني تاني اللي اللي هو هو مكتوب مكتوب فيه فيه الايه؟ الايه؟ باراجراف باراجراف تاني تاني اللي اللي مكتوب مكتوب فيه فيه الايه؟ الايه؟ التايم. التايم. تمام، تمام، هتعمل هتعمل باراجراف باراجراف وتكتب وتكتب فيه فيه your your time time is. is. تمام، تمام، التايم التايم دوت دوت الجزء الجزء اللي اللي هيتغير هيتغير جوه جوه التايم التايم دوت دوت اللي اللي هو هو التايم التايم بتاعك بتاعك نفسه، نفسه، الرقم الرقم دوت دوت متغير، متغير، صح؟ صح؟ طيب طيب يبقى يبقى انت انت محتاج محتاج بعد بعد كده كده تقول تقول له له حاجة حاجة اس، اس، يعني يعني في في حاجة حاجة هتتكتب هتتكتب هنا هنا وبعد وبعد كده كده اس، اس، تمام؟ تمام؟ عاوز تفصل عاوز تفصل تفصل الجزء الجزء اللي اللي هيتكتب هيتكتب جوه جوه الباراجراف الباراجراف عن عن الباراجراف الباراجراف نفسه نفسه عشان عشان تعمل تعمل له له ستايل ستايل معين معين بعد بعد كده كده ولا ولا حاجة. حاجة. ايه ايه الحاجة الحاجة اللي اللي بتعمل بتعمل كده؟ كده؟ سبان، سبان، تمام. تمام. يبقى يبقى هتعمل هتعمل سبان سبان هنا هنا وهتكتب وهتكتب في في الأول الأول قيمته قيمته للسبان للسبان دوت دوت بزيرو، بزيرو، تمام؟ تمام؟ هو هو زيرو زيرو سكند سكند في في الأول الأول خالص. خالص. حلو حلو أوي، أوي، تمام. تمام. وبعد وبعد كده كده أنت أنت شايف شايف في في دايرة، دايرة، دايرة دايرة اللي اللي هي هي الإيه؟ الإيه؟ اللي اللي هي هي ديف، ديف، صح؟ صح؟ تمام، تمام، عملنا عملنا ديف ديف كده. كده. طيب طيب الديفايد الديفايد دوت دوت عشان عشان تخليه تخليه دايرة دايرة لازم لازم تعمل تعمل إيه؟ إيه؟ تغير تغير الستايل الستايل بتاعه. بتاعه. فإحنا فإحنا هنطلع هنطلع في في الجزء الجزء بتاع بتاع الستايل، الستايل، وطبعا وطبعا إحنا إحنا ما ما عندناش عندناش حاجات حاجات كتيرة كتيرة هنا هنا غير غير الديفايد الديفايد دوت، دوت، صح؟ صح؟ ماشي، ماشي، فإحنا فإحنا هنعمل ممكن ممكن نعمل نعمل كده كده ديف، ديف، صح؟ صح؟ على على طول طول تمام. تمام. وهنعمل وهنعمل دوت دوت نخليه نخليه دايرة دايرة ازاي؟ ازاي؟ تمام، تمام، يبقى يبقى هنعمل هنعمل border border radius radius بيساوي بيساوي الـ radius الـ radius بيساوي بيساوي ايه؟ ايه؟
نص الويست والهايت صح؟ طب احنا ما عملناش الويست والهايت اصلا، يبقى نعملهم الاول وبعد كده نقرر النص دوت هيبقى بيساوي ايه. يبقى ويست الويست هيبقى دي 100 مثلا بي اكس، والبي اكس دي رخمه لو نسيناها طبعا الاتش تي ام ال ما فيهوش ايرور، هيسيبك كده مع نفسك ومش هيعمل الحاجه اللي انت عاوزها وخلاص. ده كان سؤال في الكويز اللي فات صح؟ هو مش هيطلع ايرور بس مش هيطلع ناتج، هيسيبك كده وخلاص. تمام. وناخد الهايت، الهايت هو كمان 100 بكسل، يبقى الريدجس لازم نخليها دي 50. الريدجس دوت اللي هو الحافه ديت، فاحنا لما نخليها 50 يعني هتحولها لشكل دايره. واضح كده؟ طيب يبقى دي عملناها. طيب نشوف الريزلتس دي. ما ظهرش الديفايس صح؟ الديفايد يبقى احنا لازم نديله لون فعلا. هنديله باك جراوند كولر. ولاحظ بقى حاجه يعني ابتدي بقى لاحظها معايا بسرعه، مش محتاج اقولها لك كل مره. لكل لغه سكيما في الكتابه او ستايل في الكتابه. الستايل بتاعها رخم شويه كده، اللي هو ايه؟ تكتب كلمه داش كلمه داش كلمه داش، يعني باك جراوند كلمه، بعد كده عاوز تكتب كلمه كمان داش كولر. هتلاقي في الجافا سكريبت لا بتستخدم حاجه اسمها كامل كيس، اللي هي عامله زي كلمه ولازقه فيها كلمه ثانيه بس بتبدا بحرف كابيتال، لازقه فيها كلمه ثانيه بتبدا حرف كابيتال، اللي هي الجافا، جافا زي الجافا بالظبط، الجافا سكريبت زي الجافا. تمام. السي لو تفتكروا الناس اللي هي القديمه شويه هتلاقيها بتعمل اندر سكور. تمام. والسي بتعمل حاجه كمان رخمه مش ظريفه، شكلها ما بيبقاش ظريف، اللي هي ساعات تبدا دايما تبدا الفاريبل او اللي مش هنسميهم فاريبل بقى هنسميهم ديفايند فاريبل باندر سكور، زي اسم نفسه بيبدا باندر سكور. تمام. المهم دي ستايلز، فانت كل ما تروح كده تفتكر الكلام ده. فمثلا هنا عندنا من الحاجات الرخمه بتاعت الستايل بصراحه مش ظريفه، لان لما نعمل حاجه موحده بتبقى اظرف سهله على العقل. اللي انت عندك علامه يساوي هي نقطتين، الاساينمنت يعني هي نقطتين، والكتابه نفسها بداش زي اللي انتوا شايفينها. طيب خلاص مش هنتكلم كتير في ديت اكتر من كده، هنقول ديت ريد، هندي الكولر ريد. طيب عملنا الكولر ريد، تعالوا كده نشوف بقى. تمام. ده سكوير. شفتوا بقى؟ ده اللي احنا بنقول عليه، ده اللي احنا بنقول عليه. تمام. اتحولت لده، حلو قوي. طيب عملنا كل الشكل المطلوب. نيجي بقى للمهم، احنا عاوزين قبل ما نتنقل. الفونت ده بايخ قوي صح؟ الفونت لو بصيت على الفونت القديم شكله ازرق صح؟ نغيرها ازاي دي؟ نغيرها ازاي؟ فونت فاميلي نعمله فين الفونت فاميلي ده؟ يعني نكتب ايه؟ حد يمليني؟ بي، بس خد بالك دي مش بي بس، ده انت عندك هنا ديف، عندك هنا هيدر وباراجراف. برافو عليك. لازم نعمل هنا بادي. تمام. الستايل نفسه هنكتبه في بادي. حلو. وهنيجي هنا، ما كانش ينفع ما عملناهوش في بي. ليه؟ كان ينفع نعمله في بي زي ديف كده، بس البي هيغير مين؟ هيغير دي ودي بس صح؟ احنا عاوزين كله، احنا عاوزين نغير كله. فاحنا هنخلي الفونت فاميلي، بس طبعا الفونت فاميلي انتوا عارفين اللي هو بتكتب ثلاث حاجات وحاجه طويله كده، احنا ممكن نبقى نجيبها من على الايه؟ من على الموقع بتاع دبليو 3 سكولز. فاحنا هناخد الفونت فاميلي من هنا جاهز اهو، ونخلي الفونت سايز كمان ب 20 اهو. حلو قوي. نعمل سيف. شكله بقى احلى، بس ديت عاوزين نعملها ببولد عشان يبقى مختلف على اللي فوق شويه. فهنيجي هنا على حوالين ديت كده، ونعمل ايه بقى؟ نعمل بي او ايه؟ او سترونج. تمام. ونشوف كده. تمام كده عملنا الشكل المبدئي.
دلوقتي بقى هنبتدي في الاكشنز. هنبتدي في الاكشنز، هنعمل الاكشنز بتاعت الجيم بتاعتنا. الاكشنز احنا عاوزين نعمل ايه؟ نخليها تختفي لما ندوس عليها. مبدئيا احنا هنفكر بالراحه، تمام؟ عاوزين نخليها تختفي لما نيجي ندوس عليها. نخليها تختفي ازاي؟ اهو الاول عاوزين نكتب اكشن، لازم نكتب سكريبت، تمام. اول حاجه اتعلمناها في الاكشن سكريبت عشان نريح دماغنا هنعمل ايه؟ ننده الحاجات نستخدم الحاجات كاليمنتس، يبقى نعمل لها فاريبلز عشان نقدر نتعامل معاها، صح؟ تمام. يبقى هنعمل فاريبل اسمه مثلا، احنا ايه اللي احنا هنتعامل معاه هنا في الشكل ده؟ هنتعامل مع حاجتين بس، مع الدايره ومع الجزء المتغير الرقم ده، صح؟ ده هو اللي كله بيتغير في الجيم. لو انت بصيت كده اهو، لو انت عملت كده ده اللي بيتغير، وبعد كده الدايره بتتغير، وده اللي بيتغير، وبعد كده الدايره بتتغير، وبعد كده ده هيتغير. يبقى الاثنين دول هم اللي احنا الخاصين بالاكشنز بتاعتنا. يبقى احنا هنعمل لهم هم دول الاليمنتس بتوعنا، يبقى لازم نعمل لهم فاريبل عشان نقدر نتعامل معاهم بسرعه. الفاريبل هنعمله فاريبل للديفايس، صح؟ يبقى الفاريبل اللي اسمه ديف بيساوي دوكيومنت، تمام، دوت جيت اليمنت باي اي دي، صح كده؟ طيب عاوزين نجيب الاليمنت الاولاني. الاليمنت الاولاني اسمه ايه؟ ديفايد ده، صح؟ طب فين هو؟ نمسكه ازاي ده؟ لازم نعمل له اي دي. يبقى لازم هنا نعمل له اي دي، هنقول له اي دي بيساوي ديف، هنسميه ديف برضه الاي دي بتاعه، ما عندناش مشاكل احنا هنا في الاسماء. طيب وهنا برضه هنسميه ديف. طب خلاص بقى، بما انك عملت كده يعني خلي دي شكلها ظريف شويه، خليها بايه؟ نكتب ايه هنا؟ هاش، تمام تمام. تعالوا كده نتاكد الدنيا لسه شغاله. شغاله الحمد لله. طيب عاوزين نخفي ده. الهاش ديت عشان تخلي احنا دلوقتي ما عندناش ديفايس كتير هنا، صح؟ هي فايقه بالظبط. هي دلوقتي مش ما عندناش ما لهاش فايده، بس الافضل ان انت تعمل كده بحيث لو زودت ديفايس بعد كده في البرنامج ما ياخدش نفس الستايل الايه؟ القديم وخلاص. انت كده عارف ان الستايل ده بتاع الاليمنت ده بس، واضح؟ ده ستايل في كتابه الكود، هو مش هيفرق في الناتج خالص. بس بالظبط، بس انت الافضل ان انت تشتغل الشغل صح. ليه؟ لان الكود بعد كده بيكبر خالص، وانت بتبقى محتاج تحط اليمنتس جديده. حطيت الاليمنتس الجديده لقيتها بقى ليها بيهيفيرز انت مش عارف جت منين، عشان انت نسيت تحط الهاش دي، واضح؟ تمام. ده ستايل في البرمجه. الستايل في البرمجه لوحده ده علم لوحده، ان انت تكتب الستايل البرنامج بستايل محدد، ده هيريحك في حاجات كتير. طيب خلصنا الديف دوت، عاوزينه يختفي، صح؟ هنكتب ايه؟ ديف دوت. طب احنا عاوزينه يختفي امتى؟ ما خد بالك احنا بنكتب اكشن، ما تنساش دي. اون كليك، ايوه، يساوي فانكشن، كده صح. اون كليك بتساوي فانكشن، ونكتب في الفانكشن دي ايه بقى؟ طيب نكتب ديف دوت دوت ستايل دوت ديسبلاي. طيب مش هو ديف؟ مش هو ديف؟ واحنا هنعمل اكشن على الديف نفسه. ممكن تكتب، عندك طريقتين، ممكن تكتب زيز، دي حاجه تبع جافا انتوا عارفينها. زيز دي مقصود بيها ايه؟ انا هشتغل على نفس الاوبجكت اللي انا جواه. ما هو احنا دلوقتي في فانكشن جوه الاوبجكت نفسه اللي هو ديف، بس طبعا زيز هنا مش هتفرق لان احنا كتبنا اربع حروف اصلا، فاحنا لو كنا كتبنا ثلاث حروف اللي هي ديف اظرف. فشفت الفاريبل بينفعك ازاي؟ الفاريبل جميل جدا. طيب ديف دوت ستايل دوت دوت ايه بقى؟ بالظبط ديسبلاي، تمام. بتساوي ايه بقى؟ نان. دي برضو حاجه من الحاجات اللي مش موحده بين اللغات، تلاقي نان في مره نال في مره نيل كده يعني، تمام. حلو، خلصنا ديت.
احنا عاوزين ديف اون كليك فانكشن. تعال نتاكد اشتغلت تمام كده. كل ما ندوس على ديت هتختفي. طيب